النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. على هامش انعقاد المؤتمر الوزاري 13 لمنظمة التجارة العالمية، شارك سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة في أعمال الاجتماع الذي عقد بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء دول مجلس التعاون المعنيين باتفاقيات التجارة الحرة، مع معالي السيدة كيمي بادينوك وزيرة الأعمال والتجارة بالمملكة المتحدة، وبحضور معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وجرى خلال الاجتماع بحث مستجدات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والسبل الكفيلة بتطوير وزيادة حجم الاستثمارات بين المنظومة الخليجية والمملكة المتحدة الصديقة تحقيقا للأهداف والرؤى المشتركة. اختتم معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية BIBF بالتعاون مع مؤسسة التنظيم العقاري وبدعم من شركة ديار المحرق بنجاح أعمال النسخة الثانية للمنتدى العقاري الوطني، والذي عقد بشكل حضوري وافتراضي بحضور أكثر من 400 مشارك من المسؤولين الحكوميين والمدراء العقاريين والمستثمرين تحت شعار ابتكار عقاري يتخطى الحدود. ناقش المنتدى 3 محاور رئيسة، وشارك في طرحها نخبة من أبرز قادة الصناعة والخبراء العقاريين، حيث تناولت الجلسة الأولى أهم المبادرات الاستراتيجية التي تشكل ملامح مستقبل القطاع العقاري في البحرين، وركزت الجلسة الثانية على استراتيجيات بناء مستقبل مستدام للبيئة العمرانية في البحرين، وسلطت الضوء الجلسة الثالثة على عدد من الأفكار والرؤى المتعلقة بالتكنولوجيا العقارية. واشتمل المنتدى على معرض مصاحب عرضت فيه أحدث التقنيات والحلول والتكنولوجيات في المجال العقاري بمشاركة كل من مؤسسة التنظيم العقاري وشركة ديار المحرق وهيئة التخطيط والتطوير العمراني وبنك الإسكان ووزارة المالية والاقتصاد الوطني وشركة بريق وشركة نسيج. اليوم التطوير العقاري أصبح له مساهمة كبيرة في الناتج المحلي للدول، وهذه طبعا قاعد يكبر عام بعد عام، وواضح من خلال التداولات اللي قاعدة تصير، واضح من خلال المعارض الكبيرة اللي قاعدة تصير تستضيف منتجات التطوير العقاري، واضح أيضا من خلال ما نشاهد احنا في البحرين من مساهمة كبيرة من المطورين العقاريين، وفي تنافس كبير على عرض منتجاتهم العقارية، واللي أهم من ذلك اللي هو الحكومة الموقرة كانت يعني وعت لهذه في وقت مبكر، واتجهت في بناء التشريعات المطلوبة لتسهيل التداول في هذا القطاع المهم. التجمع اليوم هو ضمن الخطة الوطنية للتطوير العقاري التي هي من 2021 إلى 2024، ومن أهم الدعائم لهذه الخطة الوطنية ونشر الوعي العقاري بين كل أفراد المجتمع وأيضا كل أصحاب القرار والمهتمين في هذا القرار. هذا الملتقى الحقيقة حرصت المؤسسة على إقامته للسنة الثانية لإطلاع القطاع العقاري مما يحتويه من إمكانيات وأفكار ومبادرات تخدم القطاع العقاري. الحقيقة استمعنا لآراء المختصين في القطاع العقاري، وهذا الشيء إن شاء الله نراه يترجم إلى أرض الواقع، يحقق استدامة في القطاع العقاري ويعزز من نمو هذا القطاع. لله الحمد، اليوم مشاركتنا احنا كجهاز حكومي هيئة تخطيط التطوير العمراني استعرضنا كل ما يتعلق بالتطوير العقاري في البحرين، كل ما يتعلق بالعلاقة التكاملية اللي بيننا بين المطورين، يعني يمكن يعني استطعنا آرائهم في بعض الخدمات اللي تقدمها الهيئة، وشلون مدى قبولهم ومدى إذا كانت فيه هناك بعض الأفكار للتطوير، يعني استعرضنا منصة التخطيط، ويعني تطرقنا أيضا بأهداف التنمية الاستدامة وما يتعلق بالمخططات وكيفية إنشاء مخططات ومدن آمنة ومستدامة
حسب المؤشرات الدولية للتنمية المستدامة. المنتدى دائما فرصة أن نشوف زملائنا في المهنة من القطاع العام والقطاع الخاص عشان نطور مع بعض كلنا، لأن ما بيصير أن واحد يطور بجهته فقط، لازم كلنا نشتغل مع بعض لتطوير القطاع العقاري في مملكة البحرين. وهذه فرصة أن احنا نتبادل الأفكار، نتبادل المقترحات، وسمعنا في الورش، في المحاضرات الموجودة وفي الجلسات الحوارية الأفكار المطروحة اللي إن شاء الله هي بتنعكس على الجميع بالخير حق القطاع العقاري. طبعاً معهد البي آي بي أف كوننا الذراع التدريبي لهيئة التنظيم العقاري، نركز كثير على طرح الفرص التدريبية سواء من الدورات التدريبية، الشهادات الاحترافية ومثل هالمؤتمرات اللي تهدف إلى نشر الوعي وبناء ثقافة الابتكار وتطوير السكيلز المهارات العملية.